أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نركز بإذن الله تعالى على مشكلة أخذتها أحد الطالبات من عدد من المشكلات. حابين نعرض مشكلة انتهت منها الطالبة ونناقشها مناقشة مستفيضة، نمدح بعض الجوانب إذا كان تستحق المدح أو نذم، والذم هنا أو النقد يجب أن يكون موضوعي مش مزاجي إطلاقا، بمعنى أن البحث الإجرائي اللي قامت فيه الطالبة ممكن نعرضه للنقد، لكن قبل ما نعرضه للنقد أو للمدح يجب أن نكون النقد أو المدح بصورة منطقية سليمة. الطالبة اللي راح نبدأ في الشغل مع البحث تبعها ليلى، البحث الإجرائي تبعها هيو، ممكن ليلى نفسها تركز معنا. كان البحث لو سمحت تقرينا إياه. بحث إجرائي لتخفيف مشكلة الخلط بين الفصحى والعامية في البيئة الصفية. ممتاز. طيب إذن هي أخذت هذا البحث ونشوف شو عملت حتى تتعامل مع هذا البحث. أنا لا أخفيكم معجب في العنوان، لأنه هي ما قالت أنه إزالة هذا الخلط، قالت تخفيفه. يعني مسألة إزالة الخلط صعبة، إلا يظل الطفل يخلط في البيئة الصفية، لكن يبدو لي أنه اعتبرت أنه بدل ما يكون اللغة العامية اللي هي السائدة جدا في الصف أصبحت اللغة الفصحى هي السائدة والعامية قليلة. بدت في الحديث عن الازدواجية في اللغة وقالت على أنه في البيئة الصفية بكون في عندي خطاب مزدوج، بمعنى أنه ممكن مرة يقول عن الامرأة مرة، مرة يقول عنها امرأة، وأشياء كثيرة ممكن تمر علينا في هذا. ممكن يقول عن عمه في الصورة، وممكن يقول عنه زلمة، وممكن يقول عنه رجل. إذن الخطاب المزدوج التواصلي بينهم بين بعض المدرس غالبا، يعني ما لاحظته في البحث تبع ليلى أنه قالت على أنه المدرس قد يكون عنصر يساهم في المشكلة أو عنصر يحل المشكلة. نشوف. إذن المشكلة الإزدواجية لدى المعلم في أن اللغة التي يتعلمها الطالب ممكن تكون هي لغة البيت أو لغة الشارع، وبالتالي ليست لغة الكتاب. وعشان كده بتسأل هي ما هم أطراف المشكلة، وإحنا راح نقولها جاوبينا إيش الأطراف في المشكلة اللي عندك. أطراف مشكلة الإزدواجية: أولاً الطالب، ثانياً معلم اللغة العربية نفسه، ثالثاً معلمو المواد الأخرى، رابعاً المجتمع من حول هؤلاء بما فيه من وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة. وهذا اللي صعب البحث عندها. لاحظ أن الأطراف الطرف الرابع الأخراني كان مزعج، وهذا اللي خلاها تستخدم كلمة تخفيف وليس إزالة، لأنه هل تستطيع أنه تشيل اللي بيسمع الطفل في الإذاعة وبيسمع الطفل في الحارة وبيسمع الطفل في السوبر ماركت؟ صعب. بس اللي لفت نظري على أنه المعلمين الآخرين بيساهموا في المشكلة، بمعنى يعني قد يكون زي مدارس الحكومة مثلا مدرس العلوم والرياضيات غير عن مدرس اللغة العربية والدين، طبعا غير عن مدرس الإنجليزي. معنى ذلك في ثلاث مدرسين دخلوا على الصف،
بل إنه حسب أحياناً في الوكالة بيجيبوا مدرس حقوق الإنسان غيرهم. إذا صار عندي داخل على الصف على الأقل ثلاث مدرسين، ممكن يكون حقوق الإنسان، ممكن يكون إنجليزي، ممكن يكون عربي ودراسات، وممكن يكون طبعاً المهم يوجد على الأقل في شخصين، في مدرسين بيدخلوا على الصف. تفضلي، شو بدك تحكي؟ مدرس الرياضة ممكن يكون مختلف؟ معناته الآن الطفل تعرض لتقريبا 3-4 وجوه. هنا الباحثة هنا بتقول لك إذا أنا بدي أحل المشكلة في اللغة العربية والدين، من يضمن لي إنه باقي المدرسين حلوا أو ما حلوش؟ كويس؟ يعني بمعنى إنه ممكن أنا أضمن مدرس واحد، لكن يجيني مدرس العلوم ما يحبش يتكلم إلا بالعامية. إذا أنا اللي أنا ببنيه في حصتي ممكن يهدم في حصة تانية. وهذا اللي بنخلينا نرجع إلى أنه البحث الإجرائي يجب أن يكون أحياناً تشاركي، بمعنى أنه أنا لو أنا مدرس في داخل المدرسة لا بأس أني أنسق معهم على الأقل، بدهم مش يشتغلوا معي، يمتنعوا أنهم عن الحديث إلا بالفصحى في المدرسة عشان يساعدوني في بحثي، ولا يكونوا عنصر هدام في المشكلة. خطوات البحث الإجرائي هي الخطوات اللي احنا المتعارف عليها هيها. احنا نضوي شوية بس هنا إذا لو سمحت. والله الخطوات اللي احنا تعرفنا عليها وناقشناها عدة مرات: واحد، الإحساس بالمشكلة وتحديدها. هنا تحديدها بمعنى تحديدها قد يكون تحديدها بالأرقام أو تحديدها وصفي. طيب، صياغة المشكلة البحث أو صوغ مشكلة البحث بدك تصغيها إما تقريريا يعني أو سؤال، يعني تقول هي صاغتها تقريريا تخفيف مشكلة كذا كذا. لكن في بعض المشكلات لما أقول مشكلة لماذا يتأخر الواجب بيتي، إذا صيغة المشكلة على هيئة سؤال. تفضلي. طب ممكن أصيغ المشكلة إني أحكي كيف يمكنني مساعدة التلاميذ؟ نفس الشيء، نفس الشيء. هي الصياغة، قلنا صياغة تقريرية بنسميها statement، مجرد جملة، أو صياغة question بنقولها كسؤال، وكلاهما مقبولة. قد تصيغ المشكلة على هيئة سطر عادي، وقد تصيغ المشكلة على هيئة سؤال. وصف مظاهر المشكلة، سنسأل أنت بتقولي مثلاً إنه عندي مشكلة الواجب البيتي، كم طالب بحل الواجب البيتي وكم طالب بحلش؟ هنا في المنطقة هذه وصف مظاهر المشكلة بدها تنحط هذه الأرقام. طب اللي بحل الواجب البيتي كمان في داخلهم أيضاً بدها تحدث من الذي حل الواجب البيتي، من الذي ساعدهم، هل في حدا بحل لهم، هل أخته الكبيرة بتحل له؟ إذن أيضاً هذه بدها تنحط هنا. صوغ فرضيات العمل اللازم لحل المشكلة. هنا الحل المقترح للمشكلة إنه مثلاً بزيادة التعزيز، ممكن أنا بزيادة التعزيز يزداد الاتجاه نحو الواجب البيتي كحل. ممكن يكون الحل الآخر إنه التهديد بالدرجات كنوع من التعزيز المعنوي والمادي. يعني ممكن استخدم التعزيز المعنوي والمادي بمعنى الجوائز والحاجات زي هذه، واعطي المعززات. اذا كلما ازدادت المعززات انا ممكن اطرح الفرضية بصورة شرطية او بصورة عادية. اذا استخدمت كلمة اذا زدنا المحفزات ازداد الاتجاه نحو الواجب البيتي، هذا الفرضية استخدمنا إذا هذا شرطي، وقد يكون صياغة فرض عادي بازدياد الواجب البيتي، بازدياد المحفزات تعزيزات يزداد الاهتمام بالواجب البيتي. لك أن تختاري النظامين، النظام اللي بريحك. طيب، هل أحط فرضية واحدة أو أكثر من فرضية؟ كل بحث يختلف. ممكن طالبة تحط فرضية واحدة وتركز عليها، إذا نجحت بتحولها إلى تعميم، ما نجحتش
ممكن تعمل كمان فرضية أخرى أو تكتفي بأن الفرضية تبعتي ما نجحت. تصميم خطة إجرائية لتنفيذ البحث، ماذا فعلت الباحثة لحل هذه المشكلة أو المشكلة تبعتها. طيب هذه الجزئية بدها الأبندكس، بدها الملاحق، بمعنى بتقولي لي استخدمت ورقة عمل، حطي لي عينة منها، قلتي لي صلحت الواجبات البيتية، صوري لي واجب أو واجبين، بديش 45 طالب، واجب أو اثنين. قلتي لي استخدمت دراما، حطي لي الاسطوانة للدراما في الأبندكس. قلتي لي مثلا استخدمت الجيمز، حطي لي ايش الوصف للجيمز في الملاحق. طالبة بتقول لي انا استخدمت البرين ستورمينج، بتحطي لي موقف من مواقف العصف الذهني اللي صار، هذا كله هيته في المنطقة هذه. وما تنسوش تحطوا لي تيبل، جدول فيه مثلا كان البرنامج يطبق يومي السبت والخميس، السبت مثلا 22/10، عفوا الخميس 22/10 كان صباحا، أعطيت لهم مثلا حلول للهمزات المتوسطة وكذا وكذا، ووزعت ثلاث ورقات عمل، وتم يعني التنفيذ خلال حصتين. السبت اللي بعده بتقولي برضو، إذا إحنا منوزع على طول التيبل. طيب ممكن طالبة تقول لي يا دكتور متعبة إني أنا أحط لك تيبل للشهر، وليش متعبة؟ عادي، إني أنا بدي أقسم الحل تبعي. مثلا ليلى قالت أنا استهلكت شهر كامل، ممتاز. في طالب إسماعيل بيستخدم الأخطاء الشائعة في الهمزات، بده ثلاث أسابيع، جدولهم الأسبوع الأول وماخذ حصة، عفوا ماخذ يومين، إذا صار في عندي بده جدول ست أيام، إيش راح يعطي في اليوم الأول اللي هو تاريخه كذا كذا، إيش راح يعطي في اليوم الثاني، إيش راح يعطي في اليوم الثالث. عشان هيك بضل عنا التعاون مع المدرس المضيف إشي حلو، حتى اهديله ليس خطأ إنه نهديله البحث الإجرائي، ليس خطأ نقول له هاي البحث الإجرائي وتصرف فيه. في بعض المدرسات، وأنا انبسطت من هذا الحكي كتير، طبعا اليوم بسبب الحضور في كتير بنات غيبات، راح أعتبر درجة حضور مميزة اليوم إن شاء الله. البنات اللي حضروا اليوم راح ينعطوا درجتين على البحث زيادة. أوكي، وجودك في يوم الخميس ويوم السبت في امتحانات، هذا بيخليني إنه أثق في المجموعة الموجودة عندنا، هذا جدا. واللي غابت يعتبر مش راح ننقص درجتها، شايف، لكن في مش راح تأخذ درجتين زي الموجودات هنا. طيب إذا آخر نقطة في الخطة بدي تيبل. طيب في واحدة قالت أنا كل البحث الإجرائي هو عبارة عن ثلاث جلسات، تحط لي الجلسة الأولى كذا، والجلسة الثانية كذا، والجلسة الثالثة كذا، كل جلسة شو عملتي من الساعة كذا للساعة كذا، عملتي إيش؟ ممكن تقول لي طب أنا عندي كيس ستدي، مع أنه أنا بكره، يعني ما بحب كتير الكيس ستدي، شايف، لأنه الكيس ستدي ترتصدش في جدول. في طالبة بدك تقعدي معها بالثلاث أربع ساعات وانت تحاول وكأنك طبيب نفسي. عشان كده احنا أجلنا الحديث عن الكيس ستدي كنوع من أنواع، لأنه احنا بنسميه أبحاث عيادية، كلينيكال أو كلينيكي عيادي. هذا بياخد وقت كثير، عشان كده الشباب اللي اختاروه كثير منهم قلت لهم غيروه، لأنه ممكن تمد الشغلة فصل فصلين ثلاثة. العنف ممكن تشتغل عليه، لا بأس، ممكن تشتغل على خمس طلاب عندهم عنف، ولو أنه العنف يعني الشباب عاملينه كرسالة دكتوراه. العنف المدرسي بعض الشباب عاملينه كرسالة دكتوراه، كيف أعالج المشكلة. طيب بعدين بعد ما خلص بعملهم كمان اختبار إذا كان في عندي البحث الإجرائي له طبيعة تحصيلية،
طيب وبرصد النتائج وبتأمل هذه النتائج وبرجعها. ما معنى حكينا سابقا ما معنى تأمل النتائج؟ ما المقصود بتأمل النتائج؟ تفضلي أعطيها الميكروفون. نعم، ما المقصود بتأمل النتائج؟ تأمل النتائج هي الوقوف على مدى تحقق الأهداف أو الخطوات سير العمل، معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف. هي برضو صحيح تغذية راجعة. أنا بدي أتأمل هذه النتائج. بعض الناس بحاول يكون منحاز للنتائج. أنا بدي أكون مش منحاز، موضوعي. ممكن أنا أكون كان نفسي إني أنا تكون الفرضية اللي أنا حطيتها تطلع هي اللي صح، بس ما طلعتش. كتير باحثين بدفع باتجاه تتحقق الفرضية. على أي حال، التوصيات والمقترحات هي الخطوة الأخيرة. إني أنا بدي أبدأ التوصيات والمقترحات. ما المقصود بالتوصيات والمقترحات في خطوات البحث الإجرائي؟ لمن أوصي ولمن أقترح؟ تفضلي. أقدم المساعدة. عيدي. التوصيات والمقترحات للمعلمون الآخرون في المواد الدراسية. صحيح، ولنفسي وممارساتي أولاً ولمدرسين آخرين يمروا بنفس. إذن هذه ثمان خطوات. نشوف ممكن طالبة تقول لي كيف نحكم على البحث الموجود عندنا على السبورة الخاص بليلى. هاي الخطوات هذه بدنا نشوف بالضبط، نشوف هل هي نجحت، إلى أي مدى نجحت في وإحنا راح نتوقف دائما عشان نسألها. كان عندها الإحساس بالمشكلة وتحديد مجالها. تفضلي ليلى، هل كيف كان الإحساس بالمشكلة؟ تفضلي. لاحظت من خلال تدريسي وإشرافي على تربية طلاب الصف الأول الابتدائي في مختلف المواد الدراسية أن طلاب الصف يستخدمون مصطلحات عامية بشكل كبير بالمقارنة مع المصطلحات الفصحى، وقد لمست هذه المشكلة بوضوح عندما طلبت من الطلاب التعبير الشفوي عن صور الدروس المختلفة، وكان تركيزهم على كلمات محددة وهي زلمة مرة أقعد إلى آخره التي سأوضحها في البحث. ممتاز. إذن هل إلى أي مدى ممكن نعطيها درجة في هذه النقطة؟ هل نجحت في الإحساس المشكلة؟ نجحت. صوغ مشكلة البحث. هنا بدها تتحدث عن مشكلة البحث بتفصيل أكثر. هي قالت بأنه من مظاهر مشكلة البحث إنها استخدام الطلبة طبعاً بعض المصطلحات العامية. تفضلي. صوغ مشكلة البحث اللي هي أسباب استخدام الطلبة اللغة العامية بدلاً من الفصحى، كانت صياغتي تقريرية. صياغة تقريرية. هاي العنوان فوق، صوغ مشكلة البحث. نعم، أسباب استخدام الطلبة اللغة العامية بدلاً من الفصحى. لكن هي هنا كانت مشكلة البحث، يعني أنا نحتاج تعديل بسيط إلها هنا. هي يعني كيف نخفف من استخدام، يعني وكأن ليلى عندها سؤالين، كان ما هي الأسباب وبعد الأسباب كيف نخفف المشكلة. العنوان اللي طرحناه أول كيف نخفف المشكلة استخدام العامية. كويس. إذن هنا منقولها ضيفين يا ليلى كمان سؤال تحته ونكتب عليه مش أسباب استخدام الطلبة العامية بدل من، وكيف يمكننا أن نخفف من هذا الاستخدام. وصف ظهر مشكلة تتحدث عنها؟ تحدثنا عنها النقطة الثالثة. وصف مظاهر المشكلة وقديش متسعة. يعني هل أنا بدي أسألك عشان أختصر هنا، هل المشكلة تكمن في 10 طلبة ولا أعطوها الميكروفون، هل المشكلة تكمن في 10 طلبة ولا هي شائعة؟
لا شائع المشكلة، ممكن لأنه أنا صف أول ابتدائي فالمشكلة كتير يعني مش كتير. طب متى تظهر؟ بدنا نقول هل أنا أستخدمها عند البرين ستورمينج، عند العصف الذهني، عندما أقول له مثلا ماذا ترى في الصورة أتفاجأ بأنه الكل يعبر عن الصورة بطريقة أكثر هذه. تمام تمام. بدك تعلقي ولا أمشي عنها؟ إذن هي هنا تتكلم عن الحصيلة اللي بتجيني من الحارة، من المدرسة، من الأسرة، من المحيط. يعني في عندي أكثر من مصدر بدخل في مخزون الطفل اللغوي لغة الشارع اللي هي العامية. والمشكلة لما تكون العامية بعيدة عن الفصحى، يعني في بعض اللهجات العربية وإحنا الفلسطينيين منها، بس عندنا قد تكون المشكلة متفاقمة في مصر أكثر. يعني هناك فرق كبير، شايف، بين في فجوة ما بين اللغة العامية والفصحى، مش على نطاق الزيك، لا، في كتير كلمات في اللكنة المصرية بعيدة تماما. وبنلاحظ كمان قال القمرية بتظهرش معهم بحرف الجيم، يعني الجمل أو بتلتفت الجمل، ما فيش القمرية مع حرف الجيم، يعني في عن نطاق واسع مش بس الطلاب. طبعا احنا يعني يجب احنا نكون في عنا برضو اللكنات المحلية، يعني أهالي بيت حنون عندهم لكنة، البدو الفلسطينيين عندهم لكنة. يعني أنا قبل يومين الطفل بدل ما يقول قال وش اسمه، ما بعرفش مين المدرسة اللي أنا كنت حضر لها، المهم فكانت الطالب بتكلم عنها عن آل، يعني بدل ما نقول قال. تفضلي، وين الميكروفون؟ يعني مش بس الطالب بكون هو انه بيحكي باللغه العاميه، في اغلب المعلمات او المتدربات لقوم في المدرسه لما بينزل المشرف بتلاقي الطلاب بتلاقيها باللهجه تاعتهم، مثلا آل ومش عارف ايش، فالمشرف ما اجي حضر عند بنت عندنا في المدرسه فلاقى كل لهجتها هيك، مثلا ألم طلع ألمك، مثلا افتح الكتاب بتحكيش مثلا صح. اذا بنرجع لكلام ليلى انه قد يكون المدرس مصدر اساسي للغه العاميه، طبعا، وهذا عندنا اشكاليه. واحنا يعني بعض الاحيان اذا كانت هذه المدرسه حنون عليهم يتاثر بحكيها بتصرفاتها بمشيتها، طبعا نموذج. في بعض الكتب زي ما حكيت لكم المدرسة كانت تهوي قليلا، بمعنى أنها تعرج، فمع كتر ما حبوها صاروا يمشوا زيها. تحليل المشكلة، الأسباب المشكلة، هذا من ضمن وصف مظاهر المشكلة، من ضمن وصف الأسباب العامة. يعني باختصار من غير ما ليس ضروري نمر على كل النقاط، شو أسباب مشكلة العامية في المدارس؟ ممكن طالبة تقول لي طب هذا يعني ليلى بس بدها تكبر بحثها بكلام يعني من عندها، هنا مسموح، بس يعني أكثر إشي بهمني المنطقة هذه 5 و6 و7 أكثر من الوصف هذا، لكن هنا يجمل البحث. تفضلي. تحليل المشكلة، أول إشي بديت بأسباب المشكلة، الأسباب العامة، وكان في عندي أسباب، ارجع يا دكتور على الصفحة اللي وراها، كان اللي بعدها، يعني أسباب عامة، بعدين أسباب خاصة بالطالب ثانيا، ثالثا أسباب خاصة بالمعلم نفسه. بس كيف يعني أسباب خاصة بالمعلم؟ يعني المعلم نفسه بيكون سبب في مشكلة الإزواجية، زي مثلا عدم اهتمام البعض بحصص اللغة العربية فلا يدخل المعلم على درسه ذلك النشاط والحيوية التي يستحقها، وهذا ينعكس على الطلاب الذين يحاكون مدرسهم بصورة سلبية. يعني المدرس بيكون حاجة بيمارس إشي غلط أو قد لا يمارس نشاطه حيوية في هذا اللي بخلينا يا بنات، هذا بخلينا إنه نجزم على إنه حل هذا المشكلة مش قطعي، يعني مش 100%. لو عندي مدرسة من هذا الصنف في المدرسة راح تضلها المشكلة العامية. وإحنا لعنا عندنا ستيريوتايبس، عندنا قوالب فكرية، بمعنى انه يعني الـ 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 الـ
اللكنة اللي ماخده يعني المدنية مثلا قالوا قلنا ومش عارف ايش، هذه تسبب كثيرا في إيذاء البيئة الصفية، سواء مدحتيها أو هي في الواقع تسبب إيذاء في البيئة الصفية. يجب أن تضغطي على نفسك وتقولي قال المعلم، شايف؟ لكن في شيء لا، البنات اللي بتدربوا جديد لا بأس، بس احنا اللي بنشوفه في المدارس غير. اللي بنشوفه في المدارس ما دامت اتثبتت وتعينت ستفعل ما تشاء. طيب ناخذ النقطة اللي بعديها. صوغ بدك تتكلمي، تفضلي. هنا عندي في البحث عدم اهتمام البعض بحصص اللغة العربية، فلا يدخل المعلم على درسه ذلك النشاط. هذا ايش دخله بالبحث اللي هي عاملاه؟ ايش دخله بايش؟ في البحث اللي هي عاملاه هي انه الازدواجية اللغة الفصحى والعامية. طب هنا يعني عدم اهتمام البعض بحصص اللغة العربية، يعني هنا ايش؟ ممتاز ممتاز. اذا كان احنا عمالنا بنتكلم، اذا كان عندي مدرسة اللكنة تبعتها قريبة من اللبناني، فهي مش عارفة تتكلم لغة عربية خالص، مستحيل أنا أقدر إنه هذه يعني تنفع طلبتي في اللغة العربية، بحس إنه ممكن تؤذي. هنا عدم محاولة إنها تصلح نفسها دليل على عدم اهتمامها باللغة العربية. إحنا الـ يعني أحياناً كنا في كلية التربية نقابلكم عشان أخطاء اللسان، يعني صعب جدا أنه أقبل في كلية التربية طالبة لا تستطيع مثلا أن تقول سين، تقول عنها ثاء مثلا، راء مثلا تكون مش واضحة، بعض الفونيتكس مخارج الحروف مش واضحة. من الصعب هذه أن تدرس لغة إنجليزية أو لغة عربية. يعني أنا وإحنا صغار كان في عنا مدرس هيك، كان عند ما يقول الراء هو بيقولها يا، فبالآخر استعان في طفل وصار يقولهم لا تقولوا مثلي، قولوا مثل سمير. سمير هو اللي موصي، قول له عند حرف الراء قول أنت الراء مش أنا، عشان لما نقول لهم قولوا مع سواء يا يقولوا كل صف يا. هنا المعلم ساهم في تخريب اللغة. عشان هيك احنا معنيين بأن يكون مدرس اللغة العربية بالذات مخارج الحروف تبعته سليمة. هي ليلى بتقول انه ضعف المستوى الأكاديمي والتربوي لعدد من معلمين اللغة العربية. ليش؟ لانه عندي نظرا لان معظم من يلتحقون بكليات التربية وخاصة قسم اللغة العربية هم ممن لم تقبلوا كليات أخرى، أو بالأحرى كمان أن صار أنه قسم اللغة العربية بما أنه معدلاتهم مواطي يأخذوهم إذا من 67 صار 62 السنة ماخذين لغة عربية. هل تعتقد أنه يجب أن الجامعة تتخذ إجراء معين؟ أكيد. أنا بعتقد أنه يعني طلع في جامعة الأقصى، أنت كل من لم يقبلهم جامعة الأقصى لأنه فوق 85 قاعد تأخذ للتربية وللتعليم الأساسي بالأخص، صاروا كلهم يجوا على الأزهر. فبالتالي هذه مشكلة صارت إنه الجامعات نفسها صارت تدنن المستويات بمقابل الفلوس. لكن هذا بكبر البحث الإجرائي تبعنا، وكأنه إحنا بنقول لليلى إنه دير بالك أنت ماخذة دائرة صغيرة، لسه في عنا دائرات ثانية، بس إحنا منقدرش صراحة منقدرش نقول لليلى والله روح على البوليسز ميكر، صناع السياسات في الجامعات، وخلي مدرس اللغة العربية بالذات يكون المخارج الحروف والكفاءة تبعته عالية جدا جدا. لكن هذا أنا إلي خاطر يضاف أين في التوصيات والمقترحات، حتى لو كان بحث إجرائي. راح تقولي لي بحث إجرائي ما هو التعميم تبعه صغير. إحنا الآن لما ننشر البحث الإجرائي على نطاق المدارس وعلى نطاق الجامعات سيصل، يجب أن يناقش على أنه مدرس اللغة العربية يجب أن يكون متميز في اللغة. موجود هو في التوصيات والمقترحات، موجود يا دكتور. لا بأس، خلينا نشوف. احنا صوغ فرضيات العمل لازمة لحل المشكلة، أين نحن؟ في 4. صوغ فرضيات العمل، تفضلي ليلى.
سوق فرضيات العمل اللازمة لحل المشكلة. ألف، إذا زاد استخدام اللغة العربية الفصحى داخل الصفوف وخاصة الصف الأول فإن ذلك يزيد من استخدامها من قبل الطلاب، استخدمت أسلوب التجريب. ب، يزيد استخدام الطلبة للغة الفصحى بزيادة التركيز على التدريب والممارسة. جيم، يزيد استخدام الطلبة للغة الفصحى بزيادة دور الأسرة في تنمية اللغة لديهم. دال، إذا زاد استخدام الهوايات الفنية والألعاب الحرة فإن ذلك يزيد من استخدام اللغة الفصحى من الطلاب. المعنى إنها هي هنا جابت الحلول، قلنا الفرضية هي حل مقترح ومؤقت، بس هي حطت بين قوسين تجريب، يعني سيخضع للتجريب. هي جابت 4 حلول مقترحة صاغتها على هيئة فروض. ممكن يكون طالبة تانية بدهاش 4، ممكن 1، بس إيش اللي خلاها تأخذ 4؟ لأنه استخدمت 4 استراتيجيات، من ضمن هذه الاستراتيجيات استخدمت الأسرة. هي استعانت ب 12 أم وقالت لهم في عنا برنامج معين، تنشوف شو إيش صار معها عشان ما نحرقش الاستراتيجية اللي اتبعتها. يعني هنا هل بإمكاني أستخدم فرضية واحدة؟ ممكن، بس هي اضطرت لأربع فرضيات لأنها عندها 4 حلول، لأنه الفرضية حل ذكي مقترح ومؤقت. جميل، حل ذكي مقترح ومؤقت. وليش بنقول مؤقت؟ ممكن ما ينجحش، وبالتالي لا يتحول إلى حقيقة، راح يضله مش حتى لن يبقى فرضية مرة أخرى. طيب إذا في بحثك زي الكلمة الأخيرة ممكن تحط 2، ممكن تحط 3. يظهر في الفرضية طريقة العمل نوعا ما بشكل خفيف، يعني عندما تحدثت عن الجيمز طبعا هذا يمكن ها اوكي. طيب لاحظوا الأسرة الجيمز استخدمتها، ولاحظوا الأسرة، هذه كلها استراتيجيات. طيب احنا راح نسألها سؤال ذكي شوي ولها ان تختار، لو بدها تخلي الأربع فرضيات فرضية ممكن؟ انا لو بدي اخلي فرضية بخلي الأولى. ايش الاولى بتقول؟ الفرضيه الاولى، اذا زاد استخدام اللغه العربيه الفصحى داخل الصفوف وخاصه الصف الاول فان ذلك يزيد من استخدامها من قبل الطلاب. وهي نفسها لانه انا فيها وهي بتخش على الاربع، على الاربع اجراءات، وبننتقل الثلاث فرضيات بنحطهم في التصميم. لكن هي حبت تجرب الدراما لحال ودور الاسره لحال. ليش؟ لأنها كانت عاوزة تطلع بتعميم، هل لما أنا فعلت دور الأسرة إيش كانت النتائج؟ طب هل لما فعلت دراما وخليتهم ممثلين إيش كانت النتائج؟ إذن باختصار ممكن أنا أكتفي بالفرضية الأولى، ممكن عشان أجيب، لكن هي معنية في نهاية المطاف أنها تعطيني كل استراتيجية شو جابت، تصميم خطة إجرائية لتنفيذ البحث واختبار الفرضية. هنا 5، تصميم خطة إجرائية لتنفيذ البحث، ماذا فعلت؟ عنوان البحث كان ازدواجية اللغة مشكلة، يعني عنوان البحث تخفيف، التخفيف من مشكلة ازدواجية اللغة. نعم. بس بتصلحين العنوان، مشكلة البحث كيف يمكنني التخلص من اللغة العامية عند طلاب الصف الأول. الفرضية البحثية اللي هي اشتغلت على الأولى لأنها جامعة كل الفرضيات، إذا زاد استخدام اللغة عادت هنا على الأولى، ممكن تقول وينبثق من الفرضية الأولى الفرضيات التالية الصغيرة، لا بأس. طريقة تطبيق الإجراءات كانت التجريب، اللي هي أدوات البحث، من أدوات البحث كانت التجريب، إنه أنا كل إشي جربته وتأكدت منه. طيب إجراءات التنفيذ من ضمن تخطيط، من ضمن تصميم الخطة، أحكي عنهم؟ أوكي. تفضل احكي عنهم. بناء على الواقع الحالي في الصف والضعف العام الملحوظ في أداء الطلبة باللغة العربية الفصحى، إنني أقدم الحل التالي لحل المشكلة، وهو مبني على أحدث النظريات العلمية والتطبيقات العلمية الخاصة بتعليم اللغات. الأساس النظري للحل، ينطلق هذا الأساس من الاعتبارين التاليين:
أن القدرة الفطرية على تعلم اللغة الفصحى عند الطفل في المرحلة الابتدائية لم تضمر، يعني قدرته على استقبال أو استيعاب اللغة الفصحى لسه ما خلصتش، وإنما بدأت بالضمور، ولذلك لا تزال هناك قدرة متبقية عند الطفل تمكنه من كشف قواعد اللغة التي يتعرض لها. إن أحدث أساليب تعلم اللغة هو الأسلوب التواصل الوظيفي، هو الأسلوب اللي ركزت عليه، وفحواه الممارسة الوظيفية الدائمة للغة الهدف، بحيث يتواصل بها المتعلم لساعات كاملة في أثناء فترة التعلم، وهو ما يعرف بمصطلح التغطيس أو الإحاطة أو الاستغراق. طبعا هذه المصطلحات هي موجودة في الأدب التربوي، وإن كانت ما مرتش علينا، بس هي لما بحثت في الكمبيوتر ولقت يعني دائما بعض الحلول ليس من الضروري اني انا الاقيها 100%، ممكن الاقي حل 80% واضيف له 20%، يعني ممكن الاقي حل انعمل في مكان تاني بنسبة 70 واضيف له انا 30. اذا هي توصل من اين جاءت الفكرة النظرية للحل تبعها، يعني هي بتحاول تقول على انه اسلوب التغطيس او الاحاطة او الاستغراق هي يعني انا بدي احيط الطفل من كل مكان باللغة العربية، فتح التلفزيون بتكون لغة عربية، والدته ماذا سنأكل هذا اليوم؟ إذن أمه صارت تتكلم لغة عربية، شايف؟ والسؤال المتحركة لغة عربية، ماذا؟ تفضلي إليها. كمان التغطيس لمن أنا استخدم معهم لدراما أو المسرح حدتهم في مواقف لغة عربية فصحى، الاستغراق كمان في الألعاب، في الصور، في التغذية الراجعة، في الفيدباك. حتى لما تشتموا والدته لازم تقولوا ثكلتك أمك ولا بترضاش يعني ترضاش. أوكي، نأخذ النقطة اللي بعديها، التطبيق العملي للحل اللي حكته هو الإطار النظري. الآن ماذا فعلت من ناحية إجرائية؟ يعني نقطة نقطة. بناء على الأساس النظري ينطلق التطبيق العملي لتعليم اللغة العربية في المدرسة الابتدائية من إقرار المبدأ التالي، وهو اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة وحيدة للتواصل في المدرسة طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه، بحيث إذا كانت الإجراء الأول نسقت مع المدرسة تبعتها على أنه الطول هي طول الحصص تبعت معلمة الفصل، أظن 3 حصص أو 4 في اليوم حسب الموجود، أو ممكن كانت في 4 حصص ممنوع حدا في الصف يتكلم لغة عامية، كله فصحى. طبعا في يومي السبت والخميس، ولو استطعنا أو لو استطاعت إنها تأخذ أيام تانية، وممكن بعرفش نسقت مع المدرسة يتجاوز الأمر السبت والخميس. تفضلي. أكمل. بحيث لا يسمع الطالب في المدرسة إلا الفصحى ولا يقبل منه إلا الفصحى، يتميز هذا البرنامج باعتماده الأسلوب الوظيفي التواصلي لإتقان اللغة الهدف، كما يتميز بتعدد محاوره وسهولة تطبيقه وتعلق المتدربين به نتيجة للفائدة التي يلمسونها من الأسبوع الأول هنا للتدريب. هنا يعني أنا انتقدت ليلى في نقطة إنها استعجلت في النتائج. كيف؟ لما نقول إنه الأطفال تعلقوا به، إحنا بدنا نقول هذا متأخر. حكيك. يعني بدناش حكم مبكر أو مسبق على النتائج، لا بأس. كملي. ننقل ملامح البرنامج هذا. طبعاً الإطار النظري اللي انعطى في الصفحتين هدول اللي هو الإجراءات التنفيذ والتطبيق العملي للحل، بس هنا أنا بدي أكتب شايف تكملت الإطار النظري، وبعدين بيجيني العنوان هذا التطبيق العملي هنا جنب كلمة ملامح. مش عارفة هنا يعني نتحقق من كل خطوة وين احنا موجودين هنا في التصميم. اذا هي طرحت الإطار النظري للحل. الإطار النظري شو هدفه؟ مع مين الميكروفون؟ أنا. شو هدف الإطار النظري؟ أعرفهم إيش الحل اللي أنا هستخدم. إيش النظرية الحل؟ تفضلي. بس خذ الميكروفون بالله. ما المقصود؟ وكأنه الحل انقسم عندها إلى قسمين. في قسم منه الإطار النظري للحل وفي التطبيق. تفضلي. بعلوشة تفضلي.
عندي الإطار النظري ببين إلي كيف إيش هي الخطوات اللي أنا بدي أبدأها. الخطوات النظرية. النظرية طبعاً. أو الأصل النظري للحل. يعني أنا كيف إيش متصورة إنه بدي أستخدم. أوكي، أنا عندي حاجتين، النظرية وعندي التطبيق. الإطار النظري من وين جابت فكرة الحل؟ هي طرحت التواصل كفكرة، واللي سمته فيما بعد التغطيس إنه الطفل يحاط من كل مكان باللغة العربية. إذا جابت الأصل النظري إنه هذا قالوا لنا العلماء كذا وكذا وكذا وكذا، هي بدأت تطبق في النظرية هذه. طيب شكرا لك. ناخذ الخطوة الأولى، تفضلي ليلى. إيش وإحنا نعلق على كل خطوة. الخطوة الأولى كانت استخدام القصص والحكايات في اللغة العربية الفصحى تسردها المعلمة، حاطة انظروا الملحق حطانا قصة من القصص التي سردت. ليس ضروري أن أحكي كل القصص، لأنه أنا بقدرش أن أحط يصير عندي البحث الإجرائي ضخم، نكتفي بقصة واحدة من القصص التي رويت. هنا المعلمة طول المدة بتسرد القصة زي حكايات جدتي، ولكن بلغة عربية فصحى. تفضلي. اثنين، مسرحيات قصيرة دراما يمثلها التلاميذ مع التغذية الراجعة من قبلي أنا. التغذية الراجعة لو غلطوا إن أصحح لهم. لو غلطوا في المسرحية الصغيرة ما تسكت فورا تصلح. طبعا هي اختارت مسرحيات قصيرة لا تزيد عن 10 دقائق، الطفل أو 20 دقيقة بيقدرش يتحمل بمل حتى لو كانت مسرحية، ولكن كانت حريصة إنه لغة المسرحية دائما فصحى. وتنسوش إنه الطفل هو في صف أول وثاني، إذا بيقدرش يمثل مسرحية كتير ويخلف عليه اللي حفظ أكم من سطر. وحطت لنا نص مسرحي صغير يحفظ الطفل عشان يقدر. تنسوش إنه المسرحية إلها عاملين أو إلها شيئين، أول شيء الطلبة راح يحفظوا النص والجمهور أيضا راح يحفظ النص، لكن المستفيدين الممثلين أكثر من الجمهور. نأخذ النقطة الثالثة فيما مشاهدة في ملامح البرنامج تبع ليلى. مشاهدة فيديو كرتون مدبلج باللغة الفصحى. انظر الملحق حطت جزء منه، إذا في عندي أكثر من كرتون أنا بحفظهمش، ولكن هي بإمكانها تحط لنا بعض الاسطوانات لبرامج كرتون مدبلجة استخدمتها. بعرفش هل تذكروا بعض الأشياء اللي ممكن تفيد في هذا الجانب؟ بنتن، الرسوم المتحركة كلها باللغة العربية. إيش الرسوم المتحركة؟ بنتن. شو اسمه؟ بنتن. بنتن؟ بنتن أديسون. وهذا بيكون في اللغة العربية الفصحى. باللغة العربية الفصحى. ويتابع من قبل الأطفال. طيب ناخذ النقطة اللي بعديها. مناقشة وحوار فقط باللغة العربية الفصحى يديره المعلم. طبعا هنا النقطة هذه والنقطة الثانية تبعت العصف الذهني يجب أن يضافوا لبعض يا ليلى. العصف الذهني والمناقشة وكأنه كل صورة بتحملها ماذا ترى في الصورة، بدهم يبطلوا يقولوا أرى زلمة ومرة وقام وقعد ومش عارف، بده يقول هذا رجل وهذه امرأة وهذا الوالد وهذه الأم وهذا الولد. إذا أنا الآن البرين ستورمينج تبعي والمناقشة اللاحقة بي بده يكون هنا. بدنا نسأل ليلى إلى أي مدى نجحت في المراحل الأولى. في المراحل الأولى هي الأخطر. لماذا والأصعب؟ لأنه ممكن تزهق بحثها. تفضلي. المراحل الأولى كانت الأصعب لأنه بكونوا في البداية بتحدثوا بالعامية وصعب أنها تخلص، بس لما حكت لهم القصص والحكايات بدوا يستجيبوا لأنه الطلاب بيحبوا القصص في بداية التطبيق. المسرحيات تعبوا فيها شوي بعدين صار يحكوا زي ما بدي. فيديو الكرتون انبسطوا كتير عليه. بس يعني تخلصت بشكل 40%. ممكن طالبة تقول لك شو دخل بطاقات العمل، ما الشغلة كلها فونيتكس كلها حوار. يعني هنا في النقطة تبعت 5 انك انت استخدمتي بطاقات عمل لإزالة بعض المفردات العامية حتى بتهزيلها بالكتابة. بطاقات العمل قد يكون يعني اذا كان ممكن انت تعطي ياسمين. نعم، انه بطاقات العمل بتساعد الطفل انه يشوف كيف رسم الكلمة باللغة العربية الفصحى، انه بتخليه بتساعد انه يتخلص. هل هذا سيساعد في الهدف النهائي؟ اكيد بيساعد.
في مش شرط في بطاقة العمل أنا أن أكون كتبت لهم زلمة مثلاً يقرأوها، لأنه طالب صف أول بيعرفش. ممكن بطاقة العمل كنت أعطيهم حروف ويعملوا لي عصف ذهني وكلمات بأوائل الحرف، مثلاً حرف الزين. طب هو السؤال راح تسأل واحد الطالبات، هل عملتي تجميع للكلمات الأكثر خطأً في الصف عشان تعمليها في بطاقات العمل؟ يعني أنا في نهاية المطاف أنا بديش أضيع وقتي في كلمات أصلاً هم بلفظوها صح، أنا معني بكلمات تلفظ غلط. إذا ورق العمل هنا يجب أن يركز على الكلمات الأكثر خطأً. الله يفتح عليكم. في الحالة هذه بكون ورق العمل تخصص في 20 كلمة مثلاً، يعني وكأنها الآن عملت رصد للبيئة الصفية هنا في الإحساس في المشكلة، في وصف المشكلة في المنطقتين هذول، رصدت، لازم تحط بند تقول رصدت الباحثة أكثر 20 كلمة شائعة كخطأ، عشان في الملامح عملهم بطاقات عمل. شو اسمه الكمبيوتر غلبنا، كملي. عصف ذهني بالصورة لتعزيز اللغة العربية، انظر الملحق بدها تجيب لنا كم من صورة استخدمتها، حتى لو حطتها في البحث أبيض وأسود مش مشكلة. النقطة السابعة إدخال الأهل في حل المشكلة، وهذه قصة كبيرة وهذه لحالها بحث إجرائي، أنا بشكرها عليها. هي طرحتها في الإطار النظري وكانت الفرضية رقم 4، رجع لكم إياها ولا حافظينها؟ كيف دخلت الأهل؟ تفضلي يا ليلى. برنامج يوم بالفصحى، يوم كامل تحدثت مع 12 أم عن هذه المشكلة. إذن هي استدعت 12 أم في البيئة الصفية وقالت لهم بده يكون في البيت عندكم يوم كامل بالفصحى من أوله لآخر، سواء تعالى لتناول الغذاء، هيا البس المنامة أو البيجامة النوم أو شيء من هذا القبيل. إذن بده يكون عندي يوم. طبعا هو الطفل هنا ممكن يغلبك، لكن كثير من الأطفال، في كثير من الأطفال بحبه. إلى أي مدى حسيتي الأمهات ما استهبلوكيش؟ لا بالعكس، حتى في أمهات بيحكوا إن أولادهم بيحكوا بالفصحى من الرسوم المتحركة. طيب كويس. يعني افتح التلفاز يا أمي مثلاً، أريد أن أتناول الطعام، أخويا هيك بيحكي معي، أخويا الصغير بالصف الثاني بيحكي معي هيك. طيب كويس. وبيشتمك برضو؟ لا مشتمش. لا لا، فيش تكلتك أمك ولا في حاجة من هذا الكلام، ولا تباً لك. لأن الصور متحركة فيها تباً لك دائماً. طيب طيب هنا تعليق من الطالبات المعلمات هنا. مين طالبة تتعلق على الإجراءات اللي صارت؟ البرنامج تبعها العلاجي تضمن 7 ملامح، أم هم 6، نحن ضمينا المناقشة والحوار مع العصف الذهني. هل لكم تعليق؟ مع أنه دير بالكم الأمهات لحالهم هي بحث إجرائي، الدراما لحالها ممكن يكون بحث إجرائي، عشان كده هي أخذت على الأقل قديش أخذتي؟ 20 يوم. شهر أكثر من 20. أكثر من 20 يوم. بتهيأ ال20 يوم يعني مضغوطة. طيب كملي. تفضلي. المايك بالله لو سمحتي عشان نسمع إحنا كلنا. لا خلينا نسمع. تفضلي. بالنسبة للملامح، إنه لما نستدعى ملامح البرنامج، لما حكت عن العائلة، هي بس استدعت الأمهات، وبس إنه في البيت بس هو بتعاملش مع الأم وبس، ما تنسى إنه الأخوة أخو عائلة فيش. طب أنا بدي أوجه هذا السؤال، لماذا استدعيت الأمهات وبس؟ هو أنا بعرف إنه ممكن الأمهات توحي حواليها، هو الطفل أكثر شخص بقابله بتعامل معه شيء. يعني لو استدعت الأبو، إيش متوقعين الأباء؟ أنا ما حكيت هيك. يعني الأب للأسف بعض الأباء مش متعاون، هو راح يقول لك والله ما أنا فاضي. أبدأ أمسكه أغني. بالضبط. طيب إحنا عشان الوقت تدركنا، مدة التنفيذ كانت يعني ما يعادل حصتين يوميا أو 3، وكانت المدرسة رودلف فلتر بدير البلح،
واستخدمت القصص، المجلات، اللوحات الجدارية، استخدمت أشياء كثيرة في هذا. طبعاً ضيف الدراما اللي استخدمتيها لأنها مش موجودة. رصد النتائج، تفضل تحدثي عن رصد النتائج. رصد النتائج ومناقشتها. ألف، أدى هذا الأسلوب بنجاح إلى حل المشكلة بعد نهاية تقريباً الأسبوع الأول من التدريب. طبعاً هنا إحنا بس خلينا نتوقف، يعني أنا إلي خاطر إنك تخففي هذه اللهجة، أنت متفائلة جداً، يعني بتقولي أدى هذا الأسلوب النجاح إلى حل المشكلة بعد نهاية الأسبوع الأول، يعني أنا لو في محلك بنتظر لحتى الأسبوع الثالث. صعب جداً والله بالفعل، صعب جداً إني أنا أقول هو الطلبة تشجعوا معك كثير كثير. مثلاً أجتني بنت أريد قلماً، أريد أن أبر القلم. إذن أنا طيب، أدى هذا الأسلوب النجاح إلى حل المشكلة، بديش أكتب إلى حل المشكلة، إلى بوادر إيجابية في طريق حل المشكلة. أو بدأت الاستراتيجية تؤتي أكله، بدأ البرنامج المقترح يؤتي أكله. طيب، من خلال التركيز على التدريب والممارسة تم تحقيق الهدف المنشود. جيم، ساعدت الفرضية الثالثة على حل المشكلة بسرعة من خلال إجراء مقابلات مع الأسرة لمساعدة الباحث. طيب، دال، استخدام القصص والألعاب ساعد كثيرا في حل المشكلة. تمام، دقيقة بالله، خذ الميكروفون الآن، خلص الوقت بس اصبر علينا. أول شيء أعطيها العافية، طبعا مشكورة على مجهودها، بس أنا كنت بدي أحكي على غصد النتائج. ممكن أنا في غصد النتائج بس أعطي النتيجة النهائية وخلص، مش شرط أحط ألف با جيم دال، يعني أعطي كمجمل نهائي وبس. هي بالنسبة لها النتائج كانت مفصلة كتير، وكنا يعني معنيين نعرف إنه هل نجحت الأسرة، هل نجحت الدراما. شايف؟ طيب، التأمل والمراجعة، هي تأملت النتائج تبعتها وكانت يعني توقفت عند كل نتيجة من النتائج. تقريبا التأمل هو شكل من أشكال المراجعة للنتائج والتغذية الراجعة. ثم خرجت بالتوصيات إنه وجوب استخدام اللغة العربية بشكل كثيف في المدارس. هنا يعني أنا بدي تعليق من أحد الطالبات، تفضلي يا ياسمين، شو رأيك في المشكلة اللي طرحتها زميلتك؟ معك دقيقة واحد عشان ننهي المحاضرة. المشكلة اللي طرحتها ليلى هي مشكلة بتواجه العديد من المدارس وبتواجه العديد من المعلمات، وهي مشكلة بحاجة إلى الحل، وأنه يبذل كل المعلمين جهدا في حلها، وأنه طبعا لازم الأسرة تلعب دور في حل هاي المشكلة. ممكن أنت تنفذيها مع أولادك في البيت، جزء من الحل؟ ممكن، ليش لا؟ شاكرين لكم. أتوقع المرة الجاي مشكلة جديدة من أحد الطالبات وتجيبها على الباوربوينت عشان نعرضها بالطريقة هذه ونطبق عليها النقاط. شكرا لكم.